صحيح، معناها ما نقولوش نحن لعبنا كونتر جماعية سهلة، جوست عرفنا كيفاش نربحوا ماتشونا، ضيعنا نتصور 4 ولا 5 فرص بتاع هداف. نتصور معناها لازم نتعلموا من الحكاية هذيا، نوليو نختلوا ماتشواتنا على بكري. إن شاء الله معناها توا الماتشوات الكل ورا بعضها، إن شاء الله نقفوا مع بعضنا، نحكيوا مع بعضنا، سورتو على ريكوبيراسيون، إن شاء الله الماتش الجاي يتعدى خير إن شاء الله. نتصور معناها جوست شوية تعب من صفر، زيد الأولاد معناها ما نقصروش، نتصور كل واحد عطى اللي عنده، ما بخلش اليوم، ما هذاك حد جاي، نتصور معناها نرجعوا للريتم تاع لي ماتش ان شاء الله، وكل واحد يشد الفورمة نتاعو ان شاء الله. بو صحيح اليوم ما قدمناش هدايا كبير، في معناها كنا في راحة وكان ماراثون كبير نتاع ماتشوات شامبيونز ليغ شامبيونا، معناها ما ارتحناش برشا، وحتى كي ارتحنا معناها فيت فير جانا 6 أيام تاع اونترينمون وفي وسطهم نهار فواياج، دونك ما لقيناش برشا وقت باش نحضروا ونرتاحوا، دونك مازلنا هاربين شويه على الريتم تاع الماتشوات. دونك هذا اول ماتش لينا معناها كيما نقولوا، منو بريباراسيون منو ماتش معناها اوفيسيال البطوله العربيه. دونك ان شاء الله الماتش هذا الحمد لله خرجنا به باقل الاضرار، ربحنا في الماتش، لكن ان شاء الله نوعدوا الجماهير نتاعنا ان شاء الله الماتشات الجايين نحاولوا نكونوا خير من هكا ونلقاو الريتم نتاعنا. بون المباراة اليوم كانت ما كانتش سهلة، في معناها ثم شوية رطوبة، الملعب مش متعودين عليه برشا، وأكثر حاجة اللي قلقتنا هي الريتم، ما لقيناش الريتم نتاعنا، ما لقيناش اللعب نتاعنا، معناها برشا حاجة برشا ديشي تكنيك برشا كور ضايعة. دونك كيما قلت لك ما لقيناش الريتم نتاعنا، إن شاء الله بشوية بشوية والماتشات الجايين نلقاو الريتم نتاعنا ونقدموا مردود خير من هكا.